صباح الخير، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن صحة وحال. عايزين نتكلم النهاردة تحت عنوان جميل وشيق ولذيذ: كورونا والرضا. كورونا والرضا، طب ايه العلاقة بين كورونا والرضا؟ العلاقة يا جماعة ان كورونا ازمة طاحنة وغير مسبوقة على مستوى العالم. عشان نواجهها وعشان نتقبل التعامل مع الأزمة وننتصر عليها إن شاء الله، لازم نتمتع بمقام الرضا. طيب الرضا بدايته الرضا عن الخالق، لابد أن نرضى عن ربنا سبحانه وتعالى. ده بيفتح لنا الباب عشان نستمتع بقوة الإيمان بالله. الرضا عن ربنا سبحانه وتعالى هو بداية الرضا عن النفس، ويليه الرضا عن الحياة، يليه الرضا عن العمل وعن المجتمع. إذن الرضا عن ربنا سبحانه وتعالى بيديلك الحق انك تطلب المدد من ربنا سبحانه وتعالى عشان يساعدك أن ترضى في حياتك، وأن ترضى في عملك، وأن ترضى عن أسرتك، وأن ترضى عن وطنك. طيب ليه الرضا أفضل نعم ربنا سبحانه وتعالى على العبد؟ لأن الإنسان اللي بيحس بالرضا بيكون عنده سلام نفسي، بيكون عنده راحة نفسية، بيكون عنده مرونة نفسية تمكنه من مواجهة كل أمور الحياة حتى وإن كانت صعبة وشديدة زي كورونا اللي احنا بنعاني منه بقالنا شهور عديدة. الرضا بيخلينا ما نفقدش صبرنا، ما نفقدش توازننا، يبقى دايما إيماننا قوي، ونقدر نفكر بصورة علمية وصورة عملية عشان نتعامل مع كورونا أو مع أي مشكلة بتواجهنا في حياتنا. إذن الرضا بيعطي طاقة إيجابية، بيعطي قوة إرادة للتحرك. الرضا بيخلي الإنسان يصبر على المشكلة، بس صبر إيجابي. الصبر الإيجابي ده اللي هو الصبر اللي بيصاحبه عمل للتغلب على المشكلة. كل الحاجات دي والمعلومات دي حضراتكم هتشوفوها معانا في أكاديمية أجياد في برنامج الإرشاد النفسي والإرشاد الأسري ومواجهة الضغوط النفسية. بنحيي حضراتكم من أكاديمية أجياد، وبنتمنى لكم كل الصحة والرضا والسعادة. مع حضراتكم دكتور عاصم خشبة.